يقول هناك من يحتفلون بأعياد ميلاد أبنائهم ويحتجون بفتوى لأحد الدعاة المعروفين، فهل تبرأ ذمتهم بهذا الاحتفال؟ الفتوى لا تقبل إلا بدليل، فما هو دليل هذا المفتي على أنه يجوز الاحتفال بمولد الابن أو البنت؟ ما هو الدليل على هذا؟ لا دليل عنده. عليهم يشكر الله على ولادة المولود، وأيضا يعمل السنن، يعمل السنن مع المولود. أولا أنه يعق عنه ينبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شات واحدة. ثانيا يختار له الاسم الحسن، اختار له الاسم الطيب. وثالثا أنه يختنه، لأن الختان من خصال الفطرة ومن سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يختنه. وعليه أن يربيه وأن يأمره بالصلاة بسبع، يضربه عليها لعشر. نعم. أما الاحتفال هذا لا أصل له ولا يستفيد منه لا الوالد ولا الابن.